بحكم كونك مهاجم ومهاجم متميز، خليني اسالك السؤال ده، ليه في فترات مش قصيره كانت معظم الانديه بتضطر ان هي تلجا لجلب مهاجم اجنبي سواء كان افريقي غير افريقي، لغايه لما طبعا ابتدت تظهر عندنا اسماء يعني محمد شريف واحمد ياسر ريان ومصطفى محمد الى اخره، وفي طبعا من الاجيال اللي قبل كده، بس ليه دايما بنستعين بمهاجم اجنبي؟ اشمعنى؟ هو يمكن ده بيبقى في شيء من عدم الثقه من المدير الفني في اللاعب المحلي او اللاعب الموجود، وبيكون شايف ان في اضافات بتيجي من اللاعب الاجنبي، بيقدر يضيف قوه، بيقدر يضيف سرعه، بيبدأ يضيف لمسات او لمحات فنيه. يعني انا شايف ان في بعض اللاعبين الاجانب بيجوا ما بيكونوش على قدر الثقه دي او جوده اللعب ما بتكونش هي الافضل. في لاعبين مصريين بالذات في مركز المهاجم على مستوى عالي جدا، ويمكن افرزت الفتره اللي فاتت يعني مهاجمين اقوياء جدا جدا، يعني كان عندنا ميدو، كان عندنا متعب، كان عندنا عمرو زكي، كان عندنا يعني كابتن حسام حسن طبعا، احمد بلال، اسامه حسني، يعني كان عندنا اسماء كبيره جدا، سيد حمدي، احمد رؤوف، مجموعه كبيره جدا، احمد عبد الغني، كان مجموعه كبيره جدا جدا من المهاجمين في الفتره دي، كان عندنا تخمه في الناحيه الهجوميه. يعني لو يعني ده كان نتيجه ان المدرب المصري كان عنده ثقه في اللاعب المصري بشكل جيد. في الفتره الاخيره بدات الثقه تقل شويه، ما اعرفش ممكن يكون مستوى المهاجم قل شويه او رؤيه المدير الفني في ان هو محتاج نوعيه لاعب عنده سرعات اكتر او قوه اكتر او حاجه ميزه اضافيه، يعني بالظبط ميزه اضافيه، فاضطر ان هو يعني ان هو يستعين بمهاجمين اجانب. ده اثر بالطبع في يعني على مركز المهاجم في الدوري المصري او على طريق المنتخب او من خلال تواجد اللاعب المصري في المنتخب طبعا. يعني لكن انا شايف ان الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا جدا، محمد شريف بيأدي بشكل كويس جدا، مصطفى محمد بيأدي بشكل كويس جدا، احمد ياسر بيأدي بشكل كويس جدا، صلاح محسن بيأدي بشكل كويس جدا، يعني عندنا لعيبه وعندنا طالع يعني كوادر هجوميه مميزه، كوادر هجوميه بشكل محترم جدا جدا. انا شايف كمان مصطفى البدري اللي تعاقد مع الاهلي هيبقى ليه دور كويس جدا، اضافه كويسه، يمكن هو دلوقتي اعاره عشان برضه يبدا يعني يستوي بلغه الكوره بشكل كويس ويعود تاني للنادي الاهلي. فانا شايف لا في الفتره اللي جايه ان شاء الله عوده جديده للاعبي الخط الهجومي المميزين ان شاء الله الفتره الجايه.